أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كل مشاهدي اليوم السابع في كل مكان، في متابعتنا اليومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. ساعات قليلة وينتهي فصل الخريف بشكل رسمي، ويبدأ فصل الشتاء رسميا يوم الجمعة 22 ديسمبر. وفي هذا الإطار الحقيقة يعني وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العديد من النصائح للمواطنين مع بداية فصل الشتاء رسميا يوم الجمعة القادم، وأيضا أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خرائط سقوط الأمطار في أول أيام فصل الشتاء رسميا. خلونا نعرف المزيد من التفاصيل مع دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. تحياتي لحضرتك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك أستاذ جيرمين وكل السادة المتابعين، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، هسأل حضرتك في البداية عن الخريطة لسقوط الأمطار، أكثر المحافظات التي ستتأثر بسقوط الأمطار خلال الثلاث أيام القادمة، الخميس والجمعة والسبت، وأكثر المحافظات تأثرا. بالتأكيد بالنسبة لحالة الأمطار المتوقعة، يعني اليوم تحديدا ما فيش أي فرص لتساقط الأمطار على أي من مناطق الجمهورية، يعني اليوم بنكمل في حالة الاستقرار اللي بنشهدها منذ أيام، درجات حرارة بتسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. لكن بداية من غد الخميس متوقع بداية تغير مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا، هيبدأ في وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هتبدأ معاه فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية لمصر ومناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وكلها غدا هتكون أمطار خفيفة مع بداية نشاط رياح نسبي على العديد من المناطق الموجودة في نطاق شمال الجمهورية زي السواحل الشمالية الغربية وشمال الصحراء الغربية ومناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى. بداية من يوم الجمعة هيبدأ تأثرنا أكثر بهذا المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، هتستمر مع درجات الحرارة المنخفضة انخفاض طفيف عن اليوم وهتكون حوالي 20 درجة مئوية، يعني قلنا اليوم بيسجل 22 درجة مئوية لكن بداية من بكرة الحرارة هتكون 20 درجة مئوية بانخفاض طفيف حوالي درجتين تقريبا، وهتكون معاه فرص الأمطار أكتر شوية. هتبدأ من يوم الجمعة الأمطار تزداد على السواحل الشمالية للجمهورية، هتكون أمطار من خفيفة المتوسطة في بعض الأحيان، وهتستمر نفس شدة الأمطار وفرصها على مدار السبت والأحد القادمين إن شاء الله. لكن يوم الجمعة نشاط الرياح اللي كان موجود الخميس هيبدأ يزداد تأثيره شيئا ما على مناطق من شمال الجمهورية زي ما ذكرنا السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومناطق من مدن القناة، وهيكون مثير لبعض الرمال والأتربة على العديد من هذه المناطق يوم الجمعة تحديدا. وزي ما قلنا تستمر معانا فرص تساقط الأمطار على مدار السبت والأحد القادمين وهتكون من خفيفة المتوسطة إن شاء الله. ان شاء الله، لكن احنا بدانا الحقيقه نلاحظ يعني الساعات الاولى من اليوم وخلال الساعات الاخيره الحقيقه في محافظه الاسكندريه بدانا نتابع استعدادات المواطنين مع طبعا وجود رياح قويه وغيوم الحقيقه، وبيستعدوا للنوات القادمه. تفاصيل الحاله الجويه الان في محافظه الاسكندريه. محافظه الاسكندريه تحديدا زي ما ذكرنا اليوم بتدخل ضمن حالات الاستقرار، استقرار تم على كافة مناطق الجمهورية بما فيها محافظة الإسكندرية اليوم، يعني استقرار اليوم في الإسكندرية بالتأكيد. لكن زي ما قلنا بداية من بكرة بداية تغير مصادر الكتل الهوائية، هتبدأ معها فرص أمطار هتكون خفيفة وهتكون غدا أمطار غير مؤثرة مع بداية نشاط للرياح. نشاط الرياح هيبدأ من مساء يوم الخميس قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة. بالتأكيد. طيب خليني أسأل حضرتك دكتور محمود، هل هذه هي المعدلات الطبيعية اللي بنشهدها مع خلاص يعني بداية فصل الشتاء يوم الجمعة، أم أننا في درجات أعلى من الدرجات المعتادة؟ طبيعة الدرجات الآن هل هي المعتادة أم لا؟ يعني خلينا نقول ان 22 درجة مئوية او 21 درجة مئوية هي في المعدلات الطبيعية. المعدل الطبيعي خلال التوقيت ده من العام بالنسبة للقاهرة الكبرى بيتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، فإحنا في أعلى المعدل الطبيعي، إحنا لازلنا في المعدل الطبيعي لكن أعلى المعدل بالتأكيد. طب بخصوص السواحل الشمالية؟
برضه تتقارب درجات الحراره، يمكن يفترض انها بتقل خلال هذا التوقيت من العام، بتقل عن القاهره بمعدل درجه لدرجتين، فهي ايضا تعتبر في اعلى المعدلات الطبيعيه. لكن نقدر نقول بدخول فصل الشتاء رسميا ودخولنا في شهر يناير، المفترض ان المعدلات الطبيعيه بتكون اقل من كده درجه او درجتين، لكن متعودين في خلال يناير وفبراير برغم ان قلنا درجات الحراره المعتاده او الطبيعيه في حدود 19 ل 20 درجه مئويه، الا ان متعودين فيها ان في بعض الحالات بتنخفض فيها درجات الحراره القيم اكتر من ده، وبعد كده بتعود مره اخرى للمعدلات الطبيعيه. طيب خليني اسال حضرتك، يعني ابرز الظواهر الجويه المتوقع ان احنا نشهدها خلال الفتره القادمه في فصل الشتاء؟ بوجه عام خلال الفتره القادمه هيبدا السمه الرئيسيه هي انخفاض درجات الحراره عن اللي احنا بنشهده حاليا، وده امر طبيعي نتيجه دخول فصل الشتاء اللي بنسجل فيه اقل درجات حراره على مستوى العام. هتكون درجات الحراره في المعتاد او في المجمل حول المعدلات الطبيعيه، بيتخللها بعض الموجات شديده البروده تنخفض معها درجات الحراره لاقل من المعدلات الطبيعيه بشكل كبير، لكن بعد كده سرعان ما تعود مره اخرى للمعدلات الطبيعيه. هنلاقي خلال فصل الشتاء درجات حرارة منخفضة. درجات الحرارة يا دكتور هيكون برضو يعني نفس الفكرة في أعلى المعدلات الطبيعية أم أنها ستكون في أقل المعدلات؟ توقعات يعني حضرتك. توقعاتنا المبدئية لفصل الشتاء القادم إنها تكون زي ما قلت لحضرتك في المجمل درجات الحرارة حول المعدلات، في بعض الأحيان هيتخللوا انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير، يمكن يصل لحد الصقيع خلال ساعات الليل على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد بسبب الطبيعة الجغرافية. ربما في بعض الأحيان هذا العام تحديدا نلاقي في بعض الأيام ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم طفيفة، لكن مش هتستمر طويلا، هتعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية. يعني نقدر نقول تذبذب بالارتفاع أو بالانخفاض حول المعدلات الطبيعية ده نتيجة وجود الظاهرة المؤثرة أو اللي تأثيرها لازال موجود، وهي ظاهرة النينيو المناخية اللي بتؤدي بالفعل إلى تذبذب حول المعدلات الطبيعية، سواء بارتفاع في درجات الحرارة أو انخفاض في درجات الحرارة، وأيضا قد تؤدي لحدة في بعض الظواهر الجوية. احنا عندنا أهم ظاهرة جوية خلال فصل الشتاء في مصر وهي تساقط الأمطار، فربما نتيجة هذه الظاهرة المناخية يكون في بعض الأحيان شدة في الأمطار في بعض الحالات عن المعدلات الطبيعية. طيب خليني أسأل حضرتك عن أبرز النصائح اللي نقولها ليه السادة المواطنين مع بدء فصل الشتاء رسميا يوم الجمعة. طبعا أهم نصيحة، الفترة دي هي فترة الانخفاض التام في درجات الحرارة، بنبدأ نرتدي الملابس الشتوية خاصة مع تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل حالات انخفاض درجات الحرارة بشكل كافي. زي ما قلنا هذا الشتاء متوقع تذبذب سواء بالارتفاع أو الانخفاض حول المعدلات الطبيعية، فلازم نتابع حضرتك الجزئية دي يا دكتور، لأنه حتى الآن في بعض المواطنين يعني لم يقوموا بارتداء الملابس الشتوية، مش هقول حتى الثقيلة أو المعتادة، يعني لأنه بعض المواطنين بيشعرون لسه بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة رغم طبعا انخفاضها خلال الفترة الأخيرة. بالتأكيد يمكن الفترة اللي فاتت زي ما كنا بننوه دايما ان كانت درجات الحرارة اعلى من المعدلات الطبيعية، القيارة كانت بتسجل في حدود 25 درجة مئوية على مدار الاسبوع اللي فات، وده بالفعل كانت درجات اعلى من المعدلات الطبيعية، ده اللي دعا المواطنين ان هم يطمئنوا لحالة الطقس وحالة الدفء ويبدأوا يتخلوا عن الملابس الثقيلة، لكن زي ما شفنا بتعود مرة اخرى درجات الحرارة للانخفاض مرة تانية وخاصة خلال ساعات الليل. علشان كده دايما بننوه ان اي ارتفاع خلال الفتره الحاليه لازم نعرف ان الارتفاع مؤقت وان ده مش الطبيعي، وهتعود درجات الحراره مره اخرى لمعدلاتها. بالتاكيد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه، جزيل الشكر لحضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك. ايضا الشكر موصول لكل حضراتكم على المتابعه، وكونوا معنا دائما على شاشه اليوم السابع لمتابعه كل المستجدات المحليه والعالميه. دمتم في امن الله ورعايته.